هتطلع عندي هون إذا بطلع. يا هي بدا، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. خلينا بس نعطي كم دقيقة للناس علشان ينضموا لإلنا وللبرودكاست تبعنا تبع الليلة. تعرف سيد علي، كانت مفاجأة، ما هي الشغلة إنه أهلا وسهلا باللي معنا، أهلا وسهلا فيكم. انا اشوف من عندي للحين بعد البرودكاست ما طلع أنا ما طلع عندك، أنا طالع عندي وأشوفه. هي أربعة، في أربع أشخاص معنا على طيب. الخط. ممكن انا ادخل عندي على صفحتي. اوكي، نسيت وانا وين داخل. لحظة. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وبنسعد بوجودكم معنا الليلة. والليلة إحنا قلنا هيك بس على السريع نطلع ونحكي معاكم على موضوع العقارات، لأنه في كتير حكي عم بيتداول بموضوع العقارات، وتعوا نشتري تعوا نبيع، والأسعار طالعة طايرة، I don't know وين طايرة. ناس عم تدفع 200,000 زيادة فوق أسعار البيوت اللي عم تنعرض على الماركت. فبما إنه أنا هاي مش شغلة من اختصاصاتي أبداً، أنا بجيب ناس أخصائية اللي تحكي بالموضوع. والليلة معنا سيد علي سلاريان، وسيد علي هو حأخليه اللي يعرفكم بحاله، لأنه أنا طبعاً ما بقدر أوفي حقه. سيد علي بيطلع دايماً معنا علشان يعطينا فكرة واقعية، صح؟ بيعطينا الحقائق، إحنا هذا اللي بهمنا بآخر النهار يكون عندنا الحقائق كاملة، علشان بيزد أو بناءً على الحقائق اللي معطى إلنا واللي موجودة قدامنا بنقدر ناخذ قرارات سليمة. سيد علي تفضل قدم حالك و the floor is yours. شكرا دكتورة رجاء، كالعادة ما تقصرين، ما شاء الله من وقتك الثمين تطلعين من مجالك تدخلين تحاولين تفيدين الناس مجالات أخرى، وأنا سعيد جدا لوقتك طبعا، ونحاول قدر الإمكان نفيد الناس. أنا اسمي علي سلاريان، صاحب مكتب عقاري في مسيساغا، وأدير كمان المكتب، صار لي من 6 سنوات، وصار لي في العقارات تقريبا 10 سنوات. اشتغلت في معظم الشركات الكبيرة، ريماكس، رويال لبيج، سنشري 21، شركات كبيرة. بالإضافة إلى أن طبعا أكتف ريولتر، عندي زباين أطلع أفتح لهم بيوت، أبيع لهم بيوت، فأكتف وصاحب مكتب. وأنا جاي أساسا من باكراوند في البنوك، كنت شغال 10 سنوات تقريبا، جزء منها في كندا وجزء منها خارج كندا في مجال البنوك التجارية والاستثمارية، وكنت محلل مالي وما زلت محلل مالي، عندي مقالات كنت أكتبها على الياهو فاينانس متخصصة بالعقار والاقتصاد، وعندي أنا ماجستير في الاقتصاد، فمهتم ومطلع في مجال العقارات، بالإضافة إلى أني أنا عقاري، وحاول دائما أتنبأ تنبؤات اقتصادية مثل ما يقولون علمية، على أساس الواحد يتنور. فإن شاء الله أقدر أفيدكم الليلة بفضل رب العالمين ودكتورة رجاء ومعيتها معانا، وحبينا المرة نتكلم بالإنجليزي لأن معظم أعتقد المستمعين يتكلم بالعربي بس معظمهم بالعربي. فأنا كنت أفكر قبل اللقاء هذا أتكلم باللغة العربية الفصحى ولا نتكلم باللهجة العامية، لأن ما شاء الله نحن في الدول العربية كل دولة كذا لهجة. اسمع، أقول لك علي، سيد علي، أنا بترجم لك، أوكي؟ احكي باللهجة تاعتك وأنا بترجم. لا والله نستطيع أن نتحدث اللغة العربية. أو تتحدث اللغة العربية، بس حتبقى أصعب بأنه إحنا شكل اللغة العربية أصعب للفهم، بس إن شاء الله لغة وسطية، خلينا نتكلم العربية لغة واحدة وإن شاء الله فهمها بسيط. تفضلي دكتورة، أنا
اترك لك انت الاسئله، اساليني، ما بتكلم في اشياء ما في لها اهتمام. فاحنا طبعا اتفقنا على نقاط مسبقه، وتفضلي اول سؤال او اول نقطه يعني انت تشوفها. لو سمحت سيد علي، اذا بدي تعطيني فكره ملخصه عن وضع الاسواق العقاريه حاليا قبل كوفيد وبعد كوفيد وحاليا. طبعا اول شيء، قبل كل شيء، الحمد لله على سلامه الناس. صار لنا فتره ما تكلمنا، كنا صح. ايام في اعتقد شهر ماي 5 تقريبا، مايو كان اخر مره تكلمنا، فكان في حاله هلع وفزع، او ممكن كان في ابريل نيسان او ماي، اذار انا ما اتذكر بالضبط. فكانت الناس بعدها في حاله الهلع والخوف والشت داون، مع ان الحين احنا في شت داون ثانيه، بس الوضع يختلف تماما. بدليل انا موجود في المكتب اليوم، اقدر اطلع، وصار لي طبعا الفتره هذه كلها اطلع برا واشوف زباين، طبعا ماخذين كل احتياطات السلامه والامن، ونمشي بنصائح الحكومه، واهم شيء الدكاتره العلم، عرفت كيف. فالوضع طبعا تغير تماما الفتره هذه. طبعا انا اعترف في اشياء كثيره تكلمت فيها وما صارت، في اشياء تكلمت فيها وفعلا صارت. مو معنى هذا ان اذا انا اتنبأ بشيء انا عندي علم رب العالمين. الانسان يجتهد ويتعلم، لان الحادثه اللي مرينا فيها احنا فيها كبشر، وخصوصا في كندا، وخصوصا في مجال العقارات، اول مره تحدث، يعني ما حصلت اعتقد في مجالات العقارات الحديثه في كندا ازمه مثل هذه. يعني في ازمات ماليه مرينا فيها، ولكن ازمه صحيه زائد ماليه هذه اول مره جديده. فخلينا ابدا شويه ما قبل الكوفيد، اثناء الكوفيد، واليوم شو اللي صار، على اساس نعمل تغطيه قبل أن ندخل في موضوع التنبؤات، أو بعدين طبعاً بعد التنبؤات ندخل في موضوع أسئلة المستمعين والمشاهدين مثل ما اتفقنا مع الدكتورة. طبعاً من الضروري جداً أن نتذكر قبل شهر فبراير أو مارس كان السوق العقاري يختلف تماماً إلى ما إحنا فيه حالياً أو في الأشهر السابقة. كان عندنا سوق ينقسم إلى قسمين، قسم الكوندو وقسم الفري هولد. نحن نتكلم بشكل رئيسي في الجي تي اي واطراف الجي تي اي، نضم مثلا شمال وشرق وغرب، ساعتين حتى الى لندن اونتاريو، حتى الى وينزر. فكان عندنا سوق كوندو شقق قوي جدا، طاير صاروخ، وسوق عقارات فري هولد بطيء أو مقسم إلى قسمين. فوق المليون كان بطيء جدا، تحت المليون كان يعني ماشي بشكل طبيعي، مو بشكل مقارنة بالكوندو. والسبب كان بسبب الأحداث اللي صارت، تدخلات الخارجية، خلينا نتكلم نقول خارجية، طبعا مش من خارج كندا، هي تدخلات حكومية صارت mainly بشكل رئيسي من جهتين. أول شيء، إذا الكل يتذكر، المصرف المركزي تدخل عن طريق البنوك وعمل تعديل في قوانين الشراء أو الإقراض، حط معايير جديدة مرتين في 2016، أو مرة في 2016 ومرة في 2017، اللي يسمونها الستريس تيست، هذا الناس اللي يعرفون عنها. هذه أثرت على السوق. والشغلة الثانية، إذا كنا نتذكر في 2016، نهايات 2016، الحكومة أيامها كانت تدخلت ونزلت 16 قانون، أو يسمونها يعني معايير جديدة في العقارات، حاولت قدر الإمكان أنها تبطئ من النمو السريع والمهول اللي كان موجود في السوق أيامها، وتسيطر على موضوع الاقتصاد العقاري في مقاطعة أونتاريو. الحادثين هذيلا أدى إلى تغيير السوق بشكل جذري. لأول مرة في من 2016 طلعت الكوندو بشكل رهيب، وباقي العقارات كانت بشكل طبيعي إلى شهر فبراير أو مارس 2020. الحدث الكبير اللي صار في الفترة هذه، اللي هو سلامة المستمعين والمشاهدين، هو الكوفيد، الوباء هذا، والفيروس، الفيروس اللي انتشر. وطبعا نحن تأثرنا في كندا وفي انتاريو، الكل تأثر بهالموضوع هذا. بدأت طبعا أول شيء التعليمات اللي صارت موجودة، الكل يعرف عنها من الحكومية، لسلامة الناس، أشياء كثيرة توقفت، قطاعات كثيرة توقفت، النشاط الاقتصادي صار نوع من الشلل فيه بما فيهم العقار.
فأيام ما كنا نتكلم تذكري دكتورة رجا في شهر فبروري ومارتش وأبريل كنت أقول دائما سلامة الناس أهم من كل شيء، خلوكم في البيت، انسوا موضوع البيع والشراء إذا ما في ضرورة. فهذا كان المبدأ السلامة كنت أتكلم. ولكن طبعا الحمد لله الحكومة طبعا استوعبت، وجهات المعنية في الحكومة في كندا سواء على شكل اتحادي أو على شكل مقاطعة استوعبت الموضوع وقدرت تنزل قوانين أو تشريعات بسيطة لجميع القطاعات بما فيها العقار على أساس تضمن سلامة الناس، سلامة الجميع. وبناء عليها نحن في شهر مايو تقريبا أو جون أنا واحد من الايجنت طلعنا برا، بدينا نشوف زبائننا وبدينا عمليات تداول البيع والشراء بدأت ترجع، مش بشكل طبيعي 100% ولكن بشكل تحفظي، ولأن الحكومة حكومة المقاطعة شافت العقارات من الأشياء الأسنشل، الأشياء الرئيسية، وفعلا هي رئيسية لأن في ناس عندها حالات ضرورية لبيع البيت، في ناس عندها حالات ضرورية للتأجير، أو يعني هي من ضروريات الحياة. فالتنبؤات أيامها كانت بناء على الوظائف، الأكثر شيء اللي ممكن يضر الاقتصاد هي الوظائف، بدأت الناس تخسر وظائفها بشكل مؤقت أو بشكل دائم. فأنا كنت رابط الموضوع هذا من جهة الديماند اللي هو الطلب بالوظائف، وكنت ماشي على تذكري كنت عامل اكسل شيت وكل شيء، وكنت ماشي على موضوع نسبة البطالة ارتفعت إذا تذكري دكتورة على مستوى كندا وأونتاريو أتوقع حدود 13.5 أو 14%، وهذا رقم كبير من فترة طويلة من زمن، لأن نحن قبل فبروري كنا تقريبا في حدود بين 4 إلى 5%، وهذا رقم كان قياسي في تاريخ كندا أن تكون نسبة البطالة في كندا 4%، ولكن اللي صار هذا طلع نسبة البطالة إلى تقريبا 13.5 أو 14%، فهذا كان أكبر قلق إذا بيأثر على موضوع الطلب. فربطتها فشفت، وطبعا الحمد لله احنا عندنا حكومة اتحادية فدرالية من الحكومات المميزة على مستوى العالم، اذا اتفق معي المستمع المشاهد او لا، ولكن المانجمنت كرايسيس مانجمنت ادارة الأزمة، هذه الأزمات تفوق على حكومات محلية كثيرة طبعا، وتفوق على حكومات عالمية انهم يديرون الأزمة ويرجعون موضوع الوظائف بشكل آخر عن طريق تدفق النقدي، مساعدات الحكومية للشركات الأفراد جميع القطاعات، مما رجع للناس وظائفها اللي خسرت وظائفها بشكل مؤقت، رجعت معظم الناس وظائفها، واللي حتى خسر بشكل دائم فتحوا لهم بيبان جديدة. وأنا متأكد طبعا مش كل واحد، لكن معظم الناس. فبدت نسبة البطالة تنزل من 13.5% بشكل تدريجي، أتذكر كانت 12 في شهر من الأشهر، أنا ما عندي الإحصائيات حاليا، نزلت إلى 8 أو 9. حاليا نحن نتكلم قبل جانوري، قبل شهر 1 2021، في ديسمبر نزلت إلى مستوى في رأيي في 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 أثناء الفترة هذه الأزمة العالمية مستوى قياسي، نزلت إلى 7%. 7% مع أزمة عالمية، ما هي في أيام الطبيعية العادية في دول متقدمة عندها 7% نسبة بطالة، فتخيل إحنا صار نزلت نسبة البطالة عندنا إلى 7% أثناء فترة الأزمة، ونحن نتكلم عن أرقام ديسمبر أو نوفمبر. ولكن اللي صار في شهر جانوري، وهذا الكلام من أعتقد من كم من يوم، في إحصائيات طلعت، في مفاجأة صارت، وهي بدل نزول أكثر في البطالة على مستوى كندا على مستوى أونتاريو، طلعت نسبة البطالة بتقريبا 2%. فحاليا تقريبا نحن في 9 أو 9.75، ما أتذكر الأرقام، من 7، يعني طلعنا 2% بالبطالة. طبعا أسباب ليش هذا موضوع ثاني إذا تكلمنا فيه، شو الأسباب اللي خلت البطالة تطلع، وللعلم مو بس في كندا، حتى في أمريكا، حتى في معظم العالم، ويعني بشكل بديهي جدا أول سبب رئيسي هو موضوع الموسمي للكوفيد. يعني البشرة السارة نزلت تقريبا في شهر نوفمبر وديسمبر إن في فاكسين بيتوزع على الناس، والناس أخذت الثقة في موضوع الفاكسين، وقالت خلاص الحياة بترجع طبيعية وتتوزع على العالم. لكن المفاجأة اللي صارت إن الفاكسين موجود، نعم طلعنا أول شيء فيروس جديد ابن عم الفيروس هذا، والشغلة الثانية الفاكسين توزيعه وإنتاجه صار تعرقل بسبب الطلب العالمي الكبير عليه، وكل دولة صارت تفكر في حالها وكل هذا، وفي مشكلة حالية كبيرة موجودة. فنص اللي كانت كندا طلبتها أو معظم دول العالم تقريبا، يعني بالأحرى النص تقريبا وصل، فهذا سبب
ان الحكومات في العالم تعمل شت داون ثاني، مش بس في كندا، انت شفتي في خلال الاسابيع الفاتت في اوروبا، في امريكا الشماليه، في الشرق الاوسط، في كل مكان في العالم، حتى منها الصين بدات موضوع الستي اوردر هوم والشت داون. هذا اللي انا في رايي الشخصي اللي فاجئنا بموضوع ال 2% طلوع في نسبه البطاله. وطبعا هذه الاشياء كلها تاثر سواء سلبا او لا او ايجابا في العقار. نعم، فتأثير هذا على العقار هذا أهم شيء. أسألك سؤال لأنه في حدا من المشاهدين بيسألنا، طيب إنه الظروف الاقتصادية سيئة وصعبة أصلاً، يعني وإحنا عارفين حتى لما مع نسبة البطالة قلت بس لسه الظروف مش زي ما قبل كوفيد، فليش عم بتلاقي الاندفاع الرهيب أو الزيادة الرهيبة بأسعار البيوت على الماركت؟ سو هاي نمبر وان. بعدين سؤالي لك كمان، إذا هلأ نزل نسبة البطالة طلعت، أنت بتشوف الريفلكشن تبع الارتفاع بالبطالة على السوق؟ يمكن it's too early إن الواحد يحكي بهيك شيء، بس فيك تجاوب عليه بأي وقت حضرتك بتحبه. نعم، في الـ البطالة، نسبة البطالة اللي طلعت وخوفت الناس ما أثرت بشكل كبير على العقارات. هذا شيء غريب طبعا، يعني لا أنت بتستوعبيه ولا إنسان بيستوعبه، لو نكلم أي واحد في العالم ما بيستوعبه. ولكن السوق الأمريكي والكندي، لما أقول الكندي والأمريكي لأن فيهم يعني شبيهين لبعض بشكل كبير، الديناميكية، آلية السوق، طريقة البيع والشراء، أسلوب البيع والشراء، قوانين اللي موجودة، التكنولوجيا المستخدمه، عرفتي كيف؟ yes. في تشابه بشكل غريب. اللي صار عندنا السوق في الاقتصاد الرأسمالي او الحر يتحكم في عندنا العرض والطلب، يعني بشكل واضح، لانه ما في تدخلات خارجيه وحكوميه وبالاشياء هذه. السوق حر. فاللي صار الكوفيد، يعني خل اضرب مثال بسيط قبل ادخل اشرح، ممكن يكون موضوع معقد. مثال بسيط، احنا طبعا اليومين هذا الكل عارف في شت داون، ستي ات هوم. مثلا شعري حلاق، اوكي، حلاقين مسكرين ولا انا غلطان؟ صح، مسكرين، تمام. تخيلي في حلاق او مجموعه من الحلاليق في مسيساغا فتحوا، يا او اعطوهم تصريح انهم يفتحوا او فتحوا غير قانوني، شو تتوقعي الاقبال على المحلات هذه بتكون؟ رهيب، حيكون عالي كثير. شو تتوقعي باسعارهم تكون؟ حتبقى كمان فوق فوق فوق. بالضبط. فهي ده supply and demand. فالأزمة هذه اللي صارت معانا في الكوفيد سببت مشكلة في السبلاي. الناس ما بدها تبيع بيوتها، خايفة تبيع بيوتها، خايفة تفتح البيبان تفوت ناس عندها. yes. عرفت كيف؟ حتى نحن لما ندخل بيوت إلى الآن صدقين نوقع فورمات طويلة وعريضة ونلبس كمامات وقفازات وهان سبريو. حتى في مكان في بيت ما أنسى، أنا دخلت في شهر توقع جولاي مع زبون، البيت هذا ما أنساه في حياتي. تخيل لابس أنا كمامة وقفازات وطلعت الأيجن، فتحت الباب ومسكت ترش على إيدي وشوية ترش على وجهي وشوية تحطوا لي الباب هذا تبع المطارات اللي يشيك على الناس. ليش؟ لأن هي خايفة وفي عندها توصية، والبيت فاضي يعني حتى ما في حد في البيت، vacant house، في توصية من أصحاب البيت أساس موضوع الكوفيد. فموضوع السبلاي هو السبب الرئيسي. الديماند ما زال، شوفي عندك من جهة الديماند ارتفع. ليش؟ سؤال آخر، أنت تخيلي واحد بيعطيك فلوس ببلاش يقول لك تعالي يا دكتورة أخذي $100 وروح يصرفيهم، تصرفيهم ولا لا؟ طبعا تشتري. عندك نسبة الفائدة نزلت إلى مستوى قياسي، صح، اللي هو يعني في عندي زبون من قبل كم من يوم أخذ من، خليني أسوي دعاية للبنك هذا معلش، HSBC ب1%، 1%، 1%، لا 99 بعد عشان مو واحد بالضبط، عشان ما في واحد. هذا ساحر الزبون، انا ما اعرف من وين جاء. وانا بعيني شفته. في زباين عندي سكروا ديلات الحين في الفتره هذه الاخيره، الشهر الاخير، 1.5 1.35. فبمعنى اخر بالعربي الفصيح، بلاش الفلوس موجوده. فهذه تؤدي لاي واحد كواليفاي، يعني في ناس كثير عندها وظائف، انت لا تنسى الناس اللي ما عندها وظائف 9% من المجتمع، 91% عندهم وظائف موجوده. صح. فلأي واحد كواليفاي سواء يشتري بيت يسكن فيه شخصيا او لعائلته او يكون مستثمر، يروح يقترض من البنك ويقول يلا هوب نركض على نشتري عقار. وطبعا العقار دائما
من أأمن أنواع الاستثمارات، لأنه هو استثمار يسمونه tangible assets، يعني أصول ملموسة، أصول واقعية موجودة، مش مثل الأسهم، صح، مثل الأشياء الثانية الميتشوال فاند والأشياء هذه. فهذا اللي صار، نزلت أسعار الفائدة، أخذت الناس قروض كلها، وصار في إقبال ديماند طلب كبير على العقارات من جهة، من جهة ثانية نزل المعروض بسبب خوف الناس. صح، لو لاحظتي ارتفعت الأسعار أكثر وأكثر في شهر 12 و1، يعني صح، في ديسمبر جانوي. ليش؟ بسبب الهوم ستاي. أنا كنت مسافر، رجعت على البلد في نهاية ديسمبر، شفت الدنيا كلها شت داون، عرفت شلون؟ طلع الجنون في الفترة هذه بسبب قلة المعروض، عرفت كيف؟ فهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. طبعا لازم نكون منصفين للسوق. السوق نرجع ينقسم إلى قسمين، في الكوندو وفي البيوت. الكوندو صار العكس معاه تماما في بداية أزمة الكورونا، لأن الناس تكلمنا في الموضوع هذا، تتذكري في عنده خوف من موضوع البنايات، أن الفيروس هذا ينتقل في الممرات ويروح، ومن هالكلام صارت تخاف أنه يطلع من التكييف، يطلع من التدفئة، فصارت الناس يعني تطلع، ما في إقبال على البنايات، تطلع من البنايات، سواء مستأجرين أو حتى مستثمرين أو أصحاب بيوت، فصار في معروض في السوق بشكل كبير للكوندوز. زين، العكس، وين صارت الناس تتجه؟ الى البيوت، سواء في الجي تي اي او خارج الجي تي اي. خارج الجي تي اي في انتعاش بشكل غير طبيعي، يعني انا وصلت الى شو اسمها، كامبريدج، غولف، سانت كاثرين، اقول للايجنت اللي هناك موجودين، انتم ما شاء الله بتصيروا في فتره قصيره جدا اغنى عنا بكثير لان انت سوقكم منتعش. فالكوندو نزل، ظل نازل الى شهر تقريبا 11 بعد الانتخابات الامريكيه. لا تساليني ليش، في شغله حصلت في الدنيا بعد ما صارت الانتخابات، بدات ثقه الناس ترجع، ممكن كانت مرتبطه بموضوع الفاكسين، رحيل ترامب وقدوم بايدن، وعدهم ان الفاكسين ويتحرك وبيجي، وبدات الشركات تعلن عن وجود الفاكسين وانتاج الفاكسين، والكلام هذا صار في نوفمبر. فبدا رجوع الثقه الى الكوندو بشكل بسيط في شهر نوفمبر ديسمبر جانوري، بدا الكوندو يطلع، بس يطلع بطريقه احنا نسميه ريكفري، يعني غطى خسائره. يعني أضرب لك مثال، شقة يعني قريبة مني، ما بقول لمين، بضرب لك العنوان وين عساس تعرفي شو صار في السوق. اشترينا شقة في أكتوبر 2020 في Living Art One Plus Den ب 430 ألف. تمام؟ أوكي تمام. ظلت طالعة من 430 إلى في فبروري طلعت وصلت 550 ألف دولار. كم شهر؟ بأربع شهور. $20,000 $20,000 في أربع شهور. Yeah. سحر ولا لا؟ شو صار من ضربنا في الكوفيد؟ الشقة هذه نفسها. طبعاً خلينا نتكلم عن موضوع إيجارها. إيجارها كان 2200. جاء مستأجر دفع 6 شهور قدام $2,200 في الشهر. شو صار في الإيجار وشو صار في السعر؟ السعر ضر يهبط 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 يهبط، وصل إلى 470-480. الكلام هذا في شهر يمكن نوفمبر أو أكتوبر 2020. كم نزل؟ من 550 نزل تقريبا بنقول $70,000، يعني طلع 130 نزل $70,000. الإيجار، المستأجر طلع، أجا مستأجر جديد من 2200 إلى $1,900. أوكي، هذا قصة الكوندو في كل الماركت. طبعا في تورونتو الكارثة أكبر، نتكلم من 10-15% نزول في سعر الكوندو، سواء في إيجارات أو في أسعار. لكن العكس تماما مع البيوت، لأن الإقبال صارت كلها على البيوت، الناس راحت على البيوت خارج الجي تي اي. سيد علي، اتفقنا إحنا عشان الناس، في كتير عندي أسئلة على الكوندوز، في أسئلة على البيوت، فخلينا نقسم الموضوع الليلة لثلاث أجزاء. هنبدأ بالبيوت، إيش وضعها هلأ وشو بتتوقع أسعار البيوت يصير فيها، منها ممكن نروح على الكوندوز لأنه عندنا أسئلة على الكوندوز، وممكن نحكي على الأجرات كمان. هيك بتبقى البيوت يصير فيها سؤال، ممكن يعطينا أسئلته ونجاوب عليها بالإطار اللي عم نحكي فيه. فخلينا نحكي بالبيوت، شو رأيك؟ أسعار البيوت طالعة، إحنا عارفين الناس عم تدفع أكثر من حقها ب 200 ألف تقريباً.
شو توقعاتك هون؟ ايش بتفكر انت، مين باي منطقة بالجي تي اي ولا برا الجي تي اي؟ يعني حتى جوالف سمعت طلعت الاسعار فيها، سان كاترين، المناطق حتى اللي برا الجي تي اي الاسعار عم تطلع. اعطينا خبرتك لو سمحت. نعم، طبعا خلينا نرجع لمبدا السوق، سوق الاسهم. في مبدا حلو في سوق الاسهم يقول اشتري والسهم نازل بيع والسهم طالع. هذا مبدا السوق، لكن طبعا يعني ما اقدر اشبه سوق الاسهم سوق العقار، لان سوق الاسهم اوفر نايت شورت تيرم، مثل ما يقولون استثمار قصير اجل، استثمار سيولته مش زي سيوله العقارات، عرفت كيف؟ لكن مبدا هذا الكونسبت مال البزنس، المبدا هذا موجود. اوكي، تخيل انت طالع على البيوت حاليا، يعني في مساق نتكلم في بعض السمي وصلت المليون والتاون هاوس، انسي موضوع الديتاتش، الديتاتش صار طار الى مليون و200 وانت طالع، يعني نتكلم بيوت محترمه يعني، تمام؟ ف اتس ا جود نيوز، خبر طيب للي بيبيع، لان هذا اعتقد في رايي شخصي وصل اعلى مكسب ممكن يوصل له. صح. لكن خبر سيء للي يشتري. طبعا قبل فتره نحن تكلمنا من يومين في واحد علق قال ممكن فات القطار الناس من هالكلام. اوكي. ضرب بمثل القطار. طبعا الفرص موجوده للناس، الناس ما تخاف، القطار حتى لو يفوت يوقف في مكانه ويبطل الحركه في مكان، ممكن واحد يلحق عليه. لكن اهم شيء الواحد يركب القطار الصح، ما يركب محطه مش محطته، عرفتي كيف؟ ف الكوندوز نزلت الى الحضيض، مثالا اللي ضربته لك الكوندوز اللي كانت 430 طلعت 550 وصلت 470، ف بدا الكوندو الحين يغطي. فنرجع لمبدا سوق اسهم، فمعظم اتجاه الناس الحين لسببين رئيسيين، سبب اول شيء مبدا السوق، السبب الثاني سيد عماد حنجاوب على سؤالك، بس سيد علي خلص شرح البيوت. سيد عماد بسأل، واللي انت النقطه اللي حتيجي لها سيد علي، انا اسفه عم قاطعتك، عم بسأل هل الافضل الشراء الان ام الانتظار؟ فهي بتكون ام شور انك حتحكي عنها، بس تشرح. نعم، فالرجوع لرجوع لمبدا سوق الاسهم، الناس صار في، وطبعا الايجنت كثير ايجنت اعطوا نصائح للزباين، هم نصائح مش غلط، انهم يتجهوا للكوندو يشتروا، المستثمرين خصوصا يشتروا كوندو، لان الكوندو حاليا في نزول، وغير مستثمرين طبعا في نزول بشكل ملحوظ، الحين بدا موضوع الريكفري التغطيه. اوكي، وفي نفس اللحظه النصيحه، اللي عنده بيت فري هولد يبيع، لانه بيكسب فيه اكثر شيء. اذا عنده استثماري، مثلا بيت استثماري، مش يبيع بيته الا يكون هو يعمل داون جريد، لان اذا يعمل ابجريد بيدخل بالغلا اذا بيروح للابجريد. اوكي، المبدا الشغله الثانيه اللي حاصل في السوق، انا ايجنت يعني فتاح بيبان مثل ما يقولون، كل يوم نفتح 4-5-6 بيبان، صدقيني انا كنت في ايجاكس موجود الاسبوع اللي فات، اطلع من بيت لبيت قاعد ينباع، يعني انا عملت مواعيد البيوت موجوده، تمام؟ ركبت من اوكفيل رحت هناك تقريبا ساعه زمان، شوارع فاضيه، وصلت لايجاكس وبيكرينج وشو اسمها هذه ويتبي، ثلاث قرى جنب بعض، تمام؟ او ثلاث مدن جنب بعض. مجرد ما اطلع من بيت لبيت يوصلني نوتيفيكيشن على الايميل ان صار في اوفر عليه او انباع البيت، تخيلي، وكانوا موجودين وانا متاكد انهم موجودين، ومعظمهم كان عليهم اوفر تايم، يعني الاوفر مالهم بكره او بعد بكره. صار في شغله اسمها، هاي مواضيع طبعا معقده في العقار مدخل، في شغله اسمها بري امتف اوفر، بولي اوفر، فالايجنت مضطرين يبيعون. ف الشغالين في العقار مملح، يعني ما يقدرون يشترون، يعني انا عندي ايجنت في المكتب يقول لك علي ما قادرين نشتري لزبايننا، فانا اقول عندك زبون مستثمر حاول تقنع فيه في الكوندو، لان الكوندو اسهل. انا اشتريت كوندو في الفتره اللي فاتت ما فيها مشاكل مثل البيوت الفري هولد. فسبب السببين الرئيسيين هذيله، ففي اتجاه للكوندو للشراء والبيع. طبعا اللي بيع كوندو الحين، مثلا نرجع ل 430 وصل 550، زين ليش ابيع انا ب 490 مثلا؟ انتظر يرجع 550، فانا مو مضطر ابيع، ما ابيع. فهذا اللي طبعا لما انا قلت في بدايه حديثي ان السوق الكندي والسوق الامريكي دايناميك، يعدل نفسه أنه سوق حر، ما في تدخلات خارجية بشكل كبير، ما في سيطرة من الحكومة، ما في، يعني حتى الحكومة لو تتدخل بشكل بسيط ولصالح الكل مش ضرر للكل. فهذا جوابا على سؤالك في موضوع إنه الواحد إذا بده يبيع
لأي ظرف من الأسباب وقت كويس للبيع، خاصة إذا هو مستثمر فممكن يرجع الفلوس تبعته. بس للشراء حتبقى إذا بيقدر يستنى يستنى، صح؟ لأنه الأسعار كتير عالية، فأحسن له يستنى لما. لا أنا معلش أخالفك. هلا إحنا على البيوت مش الكوندوم. البيوت البيوت لازم أجين نرجع مرة ثانية نقسم نبعد الكوندوم البيوت، أوكي؟ هاي هي معشان. البيوت نعم كلامك صحيح. كلامك صحيح في البيوت. البيوت الشراء حاليا انا امس من يومين سالتني زبونه هذه مال ايجاس، قالت لي علي صراحه شو تنصحني، انت شفت الوضع يعني من بيت لبيت البيوت تطير. قلت لها شوفي، هل انت بتبيع السنه الجايه والبعدها؟ هل انت مضطره تشترين بيت؟ يعني هل تشتري، يعني هل هو استثمار؟ هل هو للسكن؟ شو البلان اللي عندك؟ بتبيعين السنه الجايه اللي بعدها اللي بعدها متى؟ قالت لي شوفي انا، شوف علي انا بسكن وكمان حتى أكون مستثمر بأجر البيسمنت، ولكن ما عندي بيع نية بيع إلا بعد 5 سنوات، يعني one mortgage term 4-5 سنوات. قلت لها اشتري. أما إذا في نية السنة الجاية، قلت لها ما تتصلين فيني أنا من الحين أقولك السنة الجاية السنة اللي بعدها زين شوفين سعر البيت هذا في النقدة في النزول، وأنا أقولك الكلام من الحين يعني ما تتصلين فيني وتقولي لي علي شو صار، أنت ما نصحتني زين. أنا قاعد أقول لك والكلام هذا في 2017 و16 ممكن الحين في ناس يسمعوني موجودين من زبايني، قلت لهم الكلام هذا تماما، اشتريتهم بيوت فوق المليون في 2016 نهاية 2016، قلت لهم 2017 2018 ما تزعلون ما تتذكروني أنا قلت لكم الحين. لكن الحين طبعا في 2019 و20 و21 طلع البيت سعره. فأرجع أقول إذا الواحد ما يبغى يعمل فليبينج اتس جود، إذا بده يعمل فليبينج ما يدخل في موضوع شراء البيوت من الحين، لأن في فرص تروح على الناس، السوق قاعد يركض، يعني حتى السوق لو يتراجع الأسعار ما تتراجع بشكل اللي نحن نعتقد ممكن يرجع للصفر أو يرجع مستويات واطية. نعم. طيب سيد علي، معناها هلا السؤال الأهم اللي الواحد لازم يسأله لحاله، يعني أنا من مصلحتي أشتري أو أبيع لأنه هاي شغلي، right؟ بس الإنسان هو لازم يسأل حاله شو وضعه. كل وضع إنسان غير عن الثاني، كل عائلة غير عن الثانية. أنا دائماً بحكي بهذا الموضوع، بس حتى بموضوع شراء وبيع البيوت نفس الشيء، لأنه أنا وضعي إذا أنا مو مضطر هلأ، أو أنا شو وجهة نظري ليش عم بشتري، أسأل حالي السؤال هذا، ليش عم بشتري؟ ليش بدي أبيع؟ هل علشان بس السوق طالع والناس بتقول لي بيع أبيع؟ يعني فهاي المعلومة اللي حضرتك قدمت لنا إياها كويسة، لأنه عادة إحنا الكل بيقول لك الأسعار طالعة بيع، يلا روح بيع. فإنه الواحد يشوف هو نفسه شو وضعه وإيش وجهة نظره لقديش بده المستقبلية، يعني إيش المستقبل اللي بتطلع عليه زي ما حضرتك حكيت. بس أنا حابة أسألك، طب هلأ أنت لما حكيت لي، لأنه في كتير ناس بدها تشتري مثلا الوقت مناسب لإلها، بس زي ما حضرتك حكيت إذا أنت وصلت أجاكس بساعة ومن بيت لبيت راحت لبيوت، طب الناس كيف بدها تحط أوفرز؟ كيف بدها تروح؟ حتى أنا بعرف ناس أصحابي بالأجارات نفس الشيء، بتصلوا بقولوا لهم بروحوا، بس يعني يرجع يتصلوا مرة تانية بيكون البيت تأجر وراح. فكيف الناس تتصرف؟ يعني أنا هلأ بدي أشتري بيت، بالله كل شوي حدا بدي أحط أوفر وبيجي أوفر قبلي وبيبيع، طب كيف بدي أشتري بالآخر أنا؟ شوفي إحنا نسينا على موضوع الإيجار، نفس الشيء صاير بالإيجار، يعني الإيجارات على البيوت بطلوع وبجنون، الإيجارات على الشقق العكس تماماً، عرفت كيف؟ بطل، يعني ينطبق الكلام اللي قلنا على الإيجارات، أوكي؟ فنرجع للكوندو على البيوت. شوفي أرجع النصيحة اللي أنا أشوفها الأفضل، إذا الواحد يبيع بيت بيكسب، بس إذا عامل أبجريد ما هو بيبيع بغالي بيشتري بغالي، هذه يعني ما بيكسب شيء، الفلوس اللي بطلع مني بحطها هناك. أما إذا بايع عامل داونجريد، الداونجريد مش ضروري إنه يصغر في البيت، ممكن يكون يصغر في البيت، ممكن يكون يأخذ كوندو، ممكن يأخذ بيت أصغر، ممكن يطلع من الجي تي إيه يروح يسكن في جولف، يعني يبيع بيته في مساقة 1,200,000-1,300,000 ديتاج يروح جولف يأخذ ديتاج 800-900، كم كسب؟ حط كاش في جيبته 300,000، مش مبلغ بسيط، ممكن ياخذ الكاش هذا يشتري فيه كوندو او يشتري فيه بيت ثاني. فهذا اللي قاعد يصير حاليا خصوصا بالنسبه للزباين. انا عندي كذا واحد زبون باعوا في الجي تي اي وراحوا في لندن اونتاريو، خصوصا الزباين اللي ممكن تشتغل عن بعد،
في ناس تقدر تشتغل عن بعد خلاص، ممكن يروح اسبوع المكتب ينزل على الجي تي اي، ممكن اساسا ما في داعي انه يروح المكتب. عقليه الامبلوير اصحاب الوظائف شركات تغيرت تماما، صح. سواء بنوك ولا حكومه، صدقيني السي ار اي انا اتكلم معاهم من موبايلات، الكندا اميجريشن اتكلم معاهم من بيوتهم يكلموني، وحتى يبعثون لنا نوتيفيكيشن انا من البيت او من الموبايل اكلمك اذا سمعت صوت كلب ولا واحد مار ولا لا تقول لي ام نوت بروفيشنال. بنوك قاعد من البنوك من هذا، فهذا تغير الوضع، فخلى الناس يقول لك ليش نحن نكون في الجي تي اي في الغلا هذه، ممكن نروح نسكن بعيد. طيب سيد علي، هلا عندنا كمان سؤال احنا ما طرقنا له على العقارات التجاريه، بس قل لي انا كشخص، هلا انا حطيت اوفر على بيت وراح الاوفر، راح لحد ثاني ورجعت حطيت اوفر على بيت ثاني وثالث، كيف بدي انا الاقي بيت اذا الاوفرز عم بتروح بسرعه in no time؟ اوف صح. في واحد جاني زبون قبل فترة، طب ما هيني بدي أبيع أو بدي أشتري، بس ما في البيوت عم بتطير بقل من 24 ساعة كنا قبل ما تنحط كمان على الماركت. في زبون جاني قبل فترة، قبل أسبوع، قال لي في المكتب، قال لي في شغلة اسمها off the market، يعني خارج السوق. رديت عليه ببساطة، قلت له يعني انا اوف ذا ماركت اما يكون ما موجود او موجود بشكل ضئيل جدا، يعني بيوت ما تنزل على الام ال اس، وبعدين مين المجنون اللي هذا اللي بده يبيع بيته وياخذ فيه اكثر سعر يسوي اوف ذا ماركت؟ الناس كيف تعرف عنه وياخذ اكثر اعلى سعر ممكن يكون؟ فالكل يروح عن طريق الايجنت وعن طريق البورد والام ال اس، ينزل على اساس يجذب الناس كلها وتشوف البيوت ويبيع ويكسب فيها ويصير عليها بيدنج بالنسبه للسيلر. فالاوف ذا ماركت هذا موجود. طبعا معظم الايجنت الموجودين في السوق هم يعتبروا سيلز بيبل، يعني مبيعات. المبيعات بيقول لك حاليا في العقار اذا الواحد بده يشتري فعلا بيت، اول شيء يجيب فيرم اوفر، يعني لا يحط شرط البنك، لا يحط شرط الانسبكشن، اوكي، ويحط الماكسيمم ليميت اللي يقدر. طبعا ذس از ابسولوتلي انفير، خصوصا الانسبكشن، يعني شرط البنك شرط المورجج اذا البنك معطيه بري ابروفل او هو مرتاح ومتاكد البنك بيعطيه مو مشكله، لكن انسبكشن يعني فعلا فعلا البيت مثل بطيخه، بقول لك صريح معك، يعني الواحد ما يعرف شو داخلها مهما كان، عرفت كيف؟ ذس از. لكن طبعا في بعض الليستنجز يعملوا بري انسبكشن، السيلر يعمل انسبكشن او يسمحون بري انسبكشن، واحد ممكن يجيب الانسبكتور معاه ويشوف البيت قبل موعد الاوفر. فكيف الواحد يشتري بيت؟ صدقيني ما في اي جواب، الجواب الوحيد اللي يقوي قلبه ويطلع بجنون، يعني هذا اللي قاعد يصير. بعدين طبعا نتكلم عن شو ممكن يصير في الأشهر القادمة، ولكن نحن ما نقدر نتحكم، يعني مهما يطلع ايجنت يقول أنا بضبطك وبجيب لك هالبيت وعندي طريقة وأعرف، والله العظيم لو ايجنت اثنين أخوان أو مرة وجوزة، واحد على الليستنج واحد على الباينج، لما تجي في موضوع البيع والشراء كل واحد مصلح الزبونه، ما يقدر هذا اللي يمثل السيلرز يروح ارخص اقل مع اللي يمثل الباير لانه يعرفون بعض، كلام هذا ما يمشي، او في مكتب واحد مستحيل. بزنس از بزنس، واذا صار الكلام هذه مشكله كبيره، ممكن تكون في شكوى من على الجهتين او من الجهه على الجهه هذه، روح يوصل فيها للمحاكم وريكو فيها مشاكل، والايجنت عارفين الشيء هذا. انا اعرف ايجنت موجودين في السوق اعرفهم معرفه، يعني بعضهم مثل اخوان، اكلمهم في اوفر برزنتيشن يقول لي علي، يعني كلهم يقولون اتس بزنس، اتس بزنس كول، يا ريت انا صاحب البيت، صاحب البيت يدور على احسن اوفر، فما صح. في شيء اسمه سحري. الحل الوحيد، الجواب الوحيد، موضوع قوي قلبك وحاول مره مرتين وثلاثه، وفي عمليات احباط كبير موجوده، صدقيني الاحباط اللي يتوصل له الايجنت اكبر من اللي بده يشتري البيت، يعني صح. تخيل احنا عمولاتنا مربوطه بعمليه الشراء، البيت اللي ما اشترى البيت موجود ديبوزيت ماله موجود وما راح مكان بعيد وقاعد في بيته وين ما كان هو موجود، صح. لكن لهذا السبب انا بعدين بتكلم على موضوع شو ممكن يصير، التنبؤات في السوق، شو ممكن تعمل الحكومه، شو ممكن يعمله، في اكيد اشياء بتتغير لان الوضع الحالي مش وضع صحي ابدا في السوق. طيب شكرا كثير سيد علي، عشان نمشي وبدي نحكي عندنا اسئله كثير جاي. طيب بالنسبه لسوق العقارات التجاريه شو رايك فيه؟ شو وين وضعه؟ شو بتنصح؟ شو اللي صاير؟ واتس جوينج اون؟ نعم، التجاري نرجع نقسمه الى 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 يعني ديفرنت كاتيجوريز،
تمام، يعني شوف العربي نسينا الكاتيجوري. نسيت لا لا مش متطلبات، الى خانات مختلفه، الى افرع مختلفه. في عندك مستودعات، في عندك مكاتب، اوكي، في عندك ريتيل يعني كوميرشال بلازا والاشياء هذه، تمام، في عندك اراضي. اوكي تمام، خلي الاراضي على جهه نطلعها من الموضوع لان هي حديث اخر. خلينا نتكلم على المكاتب، نتكلم على الريتيل، ونتكلم على المستودعات. تمام، تخيل المستودعات اكثر عقار تجاري زاد الطلب عليه بشكل غير طبيعي. سبب بسيط جدا، معظم الناس صارت الحين تخزن، تجيب بضاعه من برا التجار ويخزنوا، ومن المخزن يطلع دغري مباشره للزبون عن طريق الدليفري. تمام، شوفي مثلا امازون وشركات الفولفيلمنت الموجوده في البلد، وشركات وحتى البقاله، حتى الجروسريز صاروا دليفري على طول. بالنسبه للريتيل والمكاتب، المكاتب ممكن حاليا تكون للاسف الشديد مقبله على يعني مستقبل اسود. ليش؟ لان عندك الشركات او القطاع الخاص اللي كان عنده موظفين في المكتب تخلص، مش تخلص، بسبب الوضع الحالي في موظفين كثار صاروا موجودين في بيوتهم، مثل ما تكلمنا من شوي، ناس راحت بعيد سكنت خارج الجي تي اي، وناس سكنت في وصارت قاعده في بيوتها وتشتغل. فصاحب العمل او صاحب الشركه يقول ليش انا عندي 5000 او 10000 سكوير فيت طابق كامل، برجع النص الطابق، بظل يكون عندي النص او الربع. فصار في فيكنسي كثير موجود في شو في سوق العقارات التجاريه. تمام، الشغلة الثانية، العقارات الريتيل اللي هي البلازات المحلات، وهذا في قطاع مثلا عندك المطاعم صار انضرب ضربة محترمة، قطاع اللوندري مثلا المغسلة المسبوقة، في قطاعات موجودة انضربت. فصار في صرنا في يعني لأول مرة نشوف بلازات فيها أشياء فاضية. تذكر بالجي تي اي ما في، الواحد يدور على محل ما في، عرفت كيف؟ فصار الريتيل متضرر، المكاتب متضرر بشكل أكبر، والأفضل حاليا المستودعات. طبعا احنا نتكلم استثمار شراء، مش ما نتكلم في إيجارات. فإذا الواحد شو وضع العقارات التجارية، المستودعات أو المصانع أو whatever هم أحسن قطاع. في ناس يقولك هل ممكن نشتري من الحين المستقبل الأشياء بتطلع، وهذا ممكن الحال في الريتيل، ممكن طبعا المستودعات. المكاتب أنا شخصياً يعني مش متفائل أبداً في مستقبل المكاتب. شكراً كتير كتير كتير. طيب، بما أنه حكينا على البيوت، عشان عندنا أسئلة على الكوندوز، حضرتك حكيت أنه الكوندوز الترند تبعها كيف طلعت الأسعار ورجعت نزلت، صح؟ بس هلأ عم تطلع. What do you think؟ أوكي، عندي أول سؤال إلك، إيش أحسن وقت إنه نبيع في الكوندو؟ What's the best time to sell a condo؟ مش الآن، ينتظروا شوي، ينتظروا شوي لقدام. أنا رأيي مرتبط بالفاكسين وثقة الناس برجوعها للبنايات، خصوصا في المتروبوليتن، يعني في الأماكن المكتظة بالسكان، سواء في تورونتو أو ميسيساغا أو نورث يورك وسكاربرو. الوضع يختلف في الشقق اللي موجودة بعيدة. أنا رحت في غريمزبي مثلا، في بنايات موجودة، الشقق اسعارها ما زالت كويسه وماشي الامور تمام. سو هيدا ثانك يو. لانه السؤال اللي بعده، هل تتوقع انه اسعار الكوندوز بعد 3 شهور هل ممكن تطلع او تنزل؟ فاي نو انك جاوبت عليه بارشلي. نعم، بيظل في طلوع اللي هو الريكفري نسميه، يعني yes. طلوع من بعد نزول، yes. مش طلوع يعني طلوع من بعد طلوع، طلوع من بعد نزول نسميه ريكفري، قاعد يغطي. نعم، يعني لأمتى ننتظر؟ كم شهر؟ شوفي دائما الموسم، احنا عندنا في العقار، خلينا نتكلم مع الموسم. الموسم يفتح مع نهاية عطلة المارش بريك، الموسم اوكي، الموسم العقاري، وطبعا مع دفو لما تدفى البلد في الصيف. الحين نزيد على الموسم العقاري ودفو الجو، ونزيد عليه موضوع الفاكسين. أنا ما أعرف شو بيصير في الفاكسين، لكن طبعاً العالم كله واقف على قدم وساق زي ما يقولوا، سواء كندا ولا أمريكا ولا الشرق الأوسط، كل مكان في العالم، إنهم ينتجوا الفاكسين يوزعوا على أكثر عدد من الناس، والناس تأخذ الثقة في الحياة وترجع حياتها بشكل طبيعي.
So يعني أقل شيء تقريبا هيك من اللي فهمته من حضرتك إنه على مارش أبريل يستنى الواحد لهداك الوقت بيكون بين موضوع الباكسين أكثر، بيكون السوق which هو الرايت تايم للبيع عادة أو لغاية الصيف، يعني ممكن تاخذ لشهر 6-7 يرجع نتابع أخبار الباكسين. نتابع أخبار الباكسين عشان نعرف شو قاعد يصير، خصوصا في كندا. نحن في كندا موجودين في أونتاريو، نشوف الحكومة توجهاتها فاكسينيشن شو يصير فيها. صدقيني سلوك الناس راجع لتصرفات الحكومة وثقة الناس العامة. بقول لك شيء لكان سيد علي، أنا حسيبها بإيدك، لما أنت تشوف في طلوع بالأسعار وقت حلو تعال نطلع مرة تانية نقول لنا الناس يلا بيعوا بيعوا بيعوا. إن شاء الله هو في طلوع، بس إحنا في طلوع، لكن أعتقد السؤال متى نطلع نرجع للمستوى اللي كنا فيه. المستوى اللي كنا فيه ممكن ما نرجع للسنة هذه. يعني تذكر الشقة اللي ضربتك فيها المثال وصلت 550,000. 550,000 I don't think is achievable this year. يعني مستحيل. أنا رأيي الشخصي ممكن السنة الجاية وبعدها. بعدين في عندنا مشكلة ثانية بالكوندو، هذه المشكلة الموجودة هي مشكلة السبلاي اللي قاعد تجي من البيلدرز، هذه نسيناها. هذه صار فيه تأخير بالسبلاي بسبب الكوفيد والكونستراكشن، لكن في سبلاي مهول جاي داخل في السوق سواء في 2021 أو 22. فعندك من جهة نحن قاعدين طالعين من أزمة، ومن جهة ثانية بيجينا سبلاي. نرجع لمبدأ السبلاي والديماند. Exactly. So probably based على اللي حكيته إنه يمكن 2021 كلها حتى ما تكون الوقت المناسب للبيع، إذا في البيلدرز شحلوا وعملوا كل الكوندوز، لأنه حيصير في عرض كتير أكتر من الطلب، وهذا الأسعار ممكن ما تطلع وقتها بطريقة اللي متوقعها الأونر. وبعدين بشكل آخر لو أنا شجع الناس على بيع الكوندو مالهم، يعني بزيد السبلاي، إذا كل ايجنت يشجع على بيع الكوندو يزيد السبلاي، فنحن نزيد نار على الحطب. شو المثل اللي يقول؟ مثل الايجنت اللي يشجع يروح يشتري بيوت من الفري هول، يزيد نار على الحطب ويروح يصير عندنا مالتيبل. صار الواحد عندي زبونين ثلاثة لنفس العقار. احنا في العقارات صار عندي زبونين ثلاثة يركضوا العقار واحد، تخيلي عقار واحد ثلاث زباين مالي انا. وصلنا الى الدرجة هذه، فاحنا نكون واقعين مع نفسنا، ننتظر شوية لموضوع البيع في الكوندوز الا يكون في ضرورات طبعا، عرفتي كيف؟ وموضوع الفري هولد، نعم it is good time، وممكن يكون احسن وقت حاليا هيستوريكال ان الواحد يبيع الفري هولد. اوكي تمام روعة. طيب سؤال ثاني هلا، اي ثينك السؤال هذا هو جاي على الكوندوز بس بزبط بوث على الكوندوز وعلى البيوت. الستيجينج احنا دائما بنحكي، وانا بعرف كثير من اصحابي مثلا يجيبوا اكثر من ريل ستيت ايجنت وكل واحد يقول لهم بطريقه مختلفه عن الثانيه كيف يعمل ستيجينج، واذا ما عمل هيك البيت ما بنباع. كيف الستيجينج بياثر على سعر البيت؟ اذا نرجع لمثال البيت اللي انباع واحنا طالعين من بيت لبيت، والله البيت لو يكون ولا في اثاث بينباع. ليكيد يعني هلا عملت ستيج البيت رايح البيت باب بدون باب بدون شباك ينباع. لكن عموما في الاوقات الطبيعيه طبعا الستيجنج يلعب دور كبير. طبعا في نوعين من الستيجنج، في بارشل ستيجنج وفي فول ستيجنج. بارشل ستيجنج ممكن الواحد يدخل يشوف الايجنت يقول والله البيت بده تظبيط، خبي شويه عندك وايد اثاث موجود، خبي شويه اثاث في الجراج ونجيب شويه ستيجنج من برا ونظبط المكان. في احيانا الايجنت البيوت الفاضيه او البيوت اللي اثاث مالها مش كويس يقول طلع اثاثك تماما بنجيب اثاث نعمل ستيجنج، او اذا البيت فاضي يجيب اثاث يعمل ستيجنج للبيت كامل. طبعا كل شيء له كوست. في بعض الايجنت الموجودين في السوق هم عندهم شركات ستيجنج او عندهم علاقات مع شركات ستيجنج، they bail out the cost. طبعا ما في شيء بدون مقابل، المقابل هم ياخذوا نسبه عاليه. في بعض الايجنت اللي ياخذوا نسب واطيه في عمليه البيع يقول لك الستيجنج يكلف. طبعا تكلفه الستيجنج اعتقد لا يقل عن 2000 دولار وطالع حسب حجم البيت وحسب اللي يكون تقريبا في الحدود هذه. اوكي تمام، ثانك يو سو ماتش. السؤال اللي حيعجبك على الاخر سيد علي، هل في خصم على العمولات بمناسبة كورونا؟ أعتقد الخصومات دائما موجودة في السوق، العروضات موجودة،
انا اعتقد انا ما بعمل بروموشن للبروكرج مان اجين، انا تعهد بالشيء هذا، بس في السوق انا متاكد دائما في ايجنت سواء كورونا او غير كورونا يعملون خصومات على الـ على الكوميشن. هذا شيء راجع من بروكرج لبروكرج، من ايجنت لايجنت. طبعا انا دائما يعني موتيفيت الناس انها نيغوشيت يعني مثل ما انتم نيغوشيت في موضوع البيع والشراء، نيغوشيت مع الايجنت، قول له والله نحن في ازمه كورونا، السوق اذا جاي الواحد يبيع بيت مو هذا بنباع بدونك حتى، بس انا اخليك انت تبيع لي يعني، راعيني بالسعر في الليستنج برايس. عرفت كيف؟ في شركات حتى موجوده حاليا، اجين ما بعمل دعايه لاي شركه من ضمن شركتي، يعني تعمل فري سيل، واذا بتشتري وتبيع معي فري سيلينج. عرفت كيف؟ موجودين في السوق، في بعضهم يعلنوا بعضهم ما يعلنوا، ففي موجود الواحد من حقه يلف ويشوف شو الموجود في السوق. يعني معناها الواحد انه ممكن كمان شوب اراوند، صح؟ يروح يشوف كذا ايجنت وشو الايجنت هذا بيعطيه، هل ممكن يعطيه شيء افضل من الايجنت الثاني، لانه البيوت اصلا هيك هيك عم تنباع بسرعه. بس دكتوره في شغله مهمه انا انبه على الناس، لا تزعلوا على الايجنت اذا فاتكم اوفر. يعني مثال هذا مال ايجاكس اللي ضربت لك، لو واحد راح لبيت مع ايجنت معين ويبذل جهود معاه وما كسب الأوفر، مش غلطة الايجنت، أبداً مش غلطة الايجنت. السوق يتحكم في الموضوع، رقم واحد. اثنين، عفواً، بجت مالك مستر باير وقوة قلبك فما تلوم الايجنت، الايجنت اللي يؤدي وظيفته بشكل صح. أنا لا يعني أنا متأكد في السوق معظم الايجنت موجودين غير مقصرين، عارفين شو يسوون، لكن ما تلوموهم، شو يسووا؟ يعني في 20-30 أوفر، في واحد سعيد الحظ في الموضوع كله، أو اثنين خلينا نقول سيلر اند باير، البيت ما ينبع على اثنين. فمعلش يعني ارأفوا بالايجنت الموجودين في السوق كلهم، اللي معاي واللي مع غيري، يعني مو بيدهم شيء، الله يعينهم. ما الرزق بيد الله، بدنا نرجع نحكي صح. اهلا وسهلا سيد سالم، كيفك؟ شو اخبارك؟ في حدا تاني حابب يسأل اسئله؟ عندي اشوف انا لاني عم بقرا لك لسه الاسئله اللي اجتني. اوكي، هاي قلت لك بدك تترجمها لأنه أنا بعرفش بالعربي شو هي. How can we get the list of power of sales houses which they say it's cheaper than the other houses؟ يلا. هذا this is أي agent في السوق تنبيه يقول لكم the power of sale is cheaper، هذا مع احترامي للagent هذا أنا أعتبره he's not honest. ليش؟ الباور اوف سيل كانت الباور اوف سيل او الفور كلوجر، هذا خلينا نشرحها. هي لما البيت ينباع عن طريق البنك، يعني بعيد الشر انا عندي بيت ولا انت عندك بيت، ما دفعتي للبنك بسبب اي ظرف من الظروف، ما صار في دفع شهرين ثلاث، البنك يقول هوب عنده، طبعا موقعك على 60,000 ورقه يخلي يقدر البنك يقدر يبيع البيت فينزل السوق. فالناس تفكر تفكير بلداننا نحن نقول ان البيت اللي ينباع عن طريق السوق البنك بيبيعه برخيص حيالله سعر وياخذ الفلوس ويحط المصاري في جيبته ويمشي، مستحيل. انا اشتغل في بنك وارجوكم اسالوا جماعه المورجج، لا تسالون الايجنت. في اجراءات، اول شيء البنك لما ياخذ البيت، لما بده ياخذ البيت من الشخص بيعه في السوق، اول شيء يروح يجيب ثلاثه appraisal companies، ثلاث شركات تثمين، ياخذ الافرج، شركات تثمين ما لها داعي يعني ما لها دخل في البنك، شركات مستقله، يجيب وياخذ الافرج، يروح للمحامي تبعه، المحامي تبعه يشوف له ايجنت عادي موجود في السوق، ممكن يكون ريماكس، ممكن يكون ريال بيج، ممكن يكون ايجنت مش مع اي شركه، اوكي، فينزلها بسعر السوق، تمام. وحتى لما يصير عمليه البيع والشراء يصير مالتيبل اوفر، واذا كان البيت في ايج زي ما حصل معي في ايجكس، ولا سعره فري هولد بيكون الناس تتهافت عليه، واذا كان البيت كوندو ما حد بيسال عليه حاليا، اوكي. فنفس الدلمه بتمر، نفس الموال بيمر على البيت هذا. إذا لا سمح الله أي شركة عملت power of sale مشي حالك تحت سعر السوق، ممكن صاحب البيت يرفع عليهم دعوة ديهم في 1,000 داهية. وبعدين علاوة على هذا، المبلغ البيت اللي يجي من موضوع power of sale، البنك الجزء اللي هو المديونية مالته يأخذها ويدفع عمولات ويدفع لمحامين، والبقية يرجعها للمتعثر ما يأخذها. يعني يمكن في بلداننا إذا أنا مغلطان أو واحد جاي من مكان، يمكن البنك يأخذ يلهف ويروح، ما يقدر يأخذ ولا دولار واحد، يرجعها على طول لصاحب البيت دولار بدولار.
بس طبعا يطلع المصاريف منها، هي مصاريف الاضافيه اللي بتكون هي مصاريف الايجنت اللي قاعد يبيعها، ومصاريف الايجنت anyway حتى لو يبيعها بروحه. عندك مصاريف المحامي هي المصاريف الاضافيه، المحامين شوي ياخذوا مصاريف عاليه، والانترست اوفر انترست بسبب التاخر هذا، عرفتي كيف؟ بس فموضوع الفور كلوجر او فور سير او ديستريس سير، يعني ذاك اليوم وصل لي ايميل، وصل لمرتي من واحد ايجنت، هو قاعد يبعث ايميل لمرتي دائما يقول انا عندي ديستريس سيل. يعني شو ديستريس سيل؟ طبعا في واحد الحين ممكن ينط يقول ممكن موضوع الديفورس، تمام؟ الديفورس ممكن يكون ديستريس، الديفورس ممكن بس مش 100%، لان محامي الديفورس او الاشخاص اللي داخلين في مشروع الديفورس هذا، زين لابد كل واحد من مصلحته ياخذ ماكسيمم ماني، يعني من في طرفين، اذا واحد متساهل الثاني ما اعتقد. يعني انا ما مريت في بيت في ديفورس قالوا يلا ارموا البيت ببلاش، يعني ما مرت علي. وبعدين في محامي وفي ريال استيت يعطيهم النصيحه، في نفس الموضوع. وفي نهايه الشيء يعني ما في شيء في السوق العقار في كندا في اونتاريو ما في شيء سقط سهوا، يعني ما في شيء مرمي في الشارع ما حد يعرف عنه. طبعا اذا في برايفت ديل شيء ثاني، يعني واحد راح دق باب على واحد ختيار كبير في السن وقال له بيتك بمليون، هو بيته اسمه مليون ونص وخدعه واشترى من البيت، هاي ممكن تحصل. وطبعا اذا ما اشتكى عليه بكره وقال انت بلاك ميلينج يسمونها بلاك ميل مي ولا الكلام. فالباور اوف سيلز والديستريس سيلز هذه يعني للاسف ما موجودين بشكل احنا نتوقع. كثير 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 سيد علي، هي تقريبا حيصلنا ساعه عشان ما نطول على الناس. اذا عندكم اسئله لو سمحتوا حطوا لنا اياها هلا علشان سيد علي يجاوبنا عليها. واذا بتحب تلخص بثلاث جمل، ها بس ثلاث جمل، البيت، الأجارات، الكوندوز، إيش المستقبل والنصيحة، هيك عشان لخص كل شيء اليوم حكينا. نعم، الفوركاس هذا كان أهم شيء في الموضوع هذا، لأن أنا أعتقد معظم الناس في سواء في أي سوق عقاري وسوق أسهم ولا شيء، شطارة هي لما الواحد يتنبأ شغلة ممكن تكون صح. يعني بمعنى آخر ممكن سهم تسلا يطلع بناء، مش بناء على حزيرة وحزيرة، بناء على دراسات وقراءات وتحليلات، وبناء عليها انا اشتريت سهم تسلا اللي هو الحين حاليا قاعد ينزل ويطلع. العقار نفس الشيء، في ناس كثير تقول لا السوق بيظل بيطلع بشكل جنون، كوندو ما كوندو، يلا يلا اشتري اشتري اشتري، بيع بيع حسب الموجه يمشي، عرفت كيف؟ السؤال المهم جدا، شو بيصير من هون لاخر السنه في العقار؟ انا باعتقادي الشخصي الحكومه الفدراليه من واجبها المصرف المركزي اللي اوسفي سنترال بانك، هي جهة غير مسيسة، يعني جهة يعني منفصلة عن السياسة الليبرالية وسياسة المحافظة. محافظ المركز المركزي المصرف المركزي في كندا من أحسن محافظين المصارف المركزية، بدليل المحافظ السابق ما صار طلبوه في بريطانيا صار محافظ مركزي عندهم أو مستشار عندهم. فمحافظ المصرف المركزي يشوف المصلحة العامة. شركات التأمين CMHC وكندا تراست وجنوث اللي هي أكثر الأطراف اللي ممكن تكون متضررة في حالة طلوع السوق بشكل جنوني، الشركات هذه بإعاز من المصرف المركزي لابد أنها شو تعمل؟ أنها تبدأ تحدث من معايير الإقراض بناء على معطيين. المعطى الأولاني هو ارتفاع أسعار بشكل غير منطقي، الشغلة الثانية الموضوع الوظائف اللي خسارة الوظيفة unemployment. فممكن ينزلوا ستريس تيست جديد زي ما نزلوا في 2016، يشدوا على حنفيه البنك. يعني دائما يقولوا لي الناس، يقولون انت شو تعتقد سوق العقار بيموت؟ قلت شوف، اذا في أسوأ ازمه من ازمه الكورونا مرت على البشريه وعلى كندا وعلى تاريخي في العقار في العشر سنوات في كندا ممكن تكون الكوفيد، وما اثر على السوق بشكل كبير، ولكن اذا البنك سكرت الحنفيه بياثر على السوق، لان نعرف نحن 90 او 99% من الناس في السوق تقترض من البنوك. فإذا البنوك شدت في المعايير، ضغطت على حنفية هذا على البايرز اللي يقترضوا من البنوك، عرفت كيف؟ هني بقل الطلب، في نفس اللحظة السبلاي نحن عارفين بيزيد، الناس ترجع للسوق وتركض تبيع هذا. فلهذا السبب إذا زاد السبلاي ونقص الديماند بسبب البنوك، فالسعر شو بيصير فيه؟ بيعمل فيه بيصير فيه ريلاكس في أسعار البيوت، تنزل بشكل تدريجي بدل لا يطلع بشكل جنوني بالطريقه هذه الموجوده. وهذا الشيء الصح لازم تسويه البنوك او المصرف المركزي. انا استبعد حاكم او حكومه مقاطعه اونتاريو ممكن تعمل اي شغله مثل ما صارت في 2016، لان هي حكومه مختلفه تماما عن حكومه الليبرال.
اتوقع ما بيدخلون، بيخلون الحبل على الغارب مثل ما يقولون، والمسج واضح ما بدخل في السياسه. ولكن الحكومه الفدراليه very responsive، بس حاليا مشغولين بالكوفيد صدقيني، بدوا ينتبهون على العقار. توقعي من هنا لكذا اسبوع قبل دخولنا في سوق العقار الجديد، انا لو شخصيا حاليا حاكم مصرف مركزي موجود او اوسفي او شركات تامين، لابد اني اتدخل. واذا ما تدخل حاكم المصرف المركزي بشكل رسمي، ممكن هي شركات التامين تتدخل وتشد على الحنفيه، لان الحنفيه فلتانه بسبب نزول سعر الفائده، والنس البنوك صارت تخاف على اصولها، لان اذا صار في تضخم في قيمه الاصل صح، يا اما يزيدوا من الداون بيمنت على اساس يعملوا كوشن كافي في موضوع اذا بكره صار انهيار، او يزيدوا في سعر الفائده. طبعا سعر الفائده ما يقدر يتحكمون فيها، في عوامل اقتصاديه تتحكم في سعر الفائده. الشغله الوحيده يقدرون يتحكمون فيها معايير الاقراض، زي ما عملوا في 2016 مرتين. هذا الاحتمال الكبير اللي بيصير في السوق في رأيي الشخصي. تتوقع انه حيصير سيد علي؟ بيصير، لان في خوف من البنوك في 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 في, في الوضع الاقتصادي. اذا نسبه البطاله بدل تنزل صارت تطلع صح، او نحن ما دخلنا احنا في مرحله افلاس شركات. شوفي كندا ايرلاين مثلا، يس، كم قاعدين قاعدين يطيرون وظائف، شو صح بيصير فيهم؟ هل بيعملوا شابتر 7 ولا 11؟ هل بيصيرون بيلد اوت باي ذا جوفرمنت؟ هل بيختفوا تماما بيروحوا؟ هل بتجي شركه امريكيه او شركه اكبر تشتريهم؟ ما نعرف شو يصير في السوق. هذه مثال من الامثله الموجوده في السوق، وهذه بتاثر. كندا ايرلاين بروح عدد الموظفين الموجوده بعشرات الالاف، عرفتي كيف؟ فهي والبنوك ما تكلمنا عنهم، البنوك هاي مشكله ثانيه. انا عندي اسمع بنوك قاعد تمشي، عرفتي كيف؟ فالمقرض اللندرز شركات التامين اللي تامن القرض هذه تخاف، لابد انها تتحرك وتعمل ابديت البوليسي. صدقيني انا قعدت شغلت في بنوك، وكنت حتى على الكوميتي في شغله اسمها كولا، كوميونيتي اوف لايبيليتي اند اسيتس، كولا هذه الكوميونيتي لجنه تجتمع في البنك، هي تحدد سعر الفائده، هي اللي تاخذ الفلوس من جهه وتقرض من جهه، فيعمل يعني ريفيو للبوليسي كل فتره وفتره بناء على المعطيات الموجوده. شكرا سيد مراد، عم بقول لك ممتاز، توقع معقول جدا. بدك الصراحة أنا يعني حتى أنا ما بفكر زي مثل حضرتك، يعني تفكير مصرفي ولا ريلتر ولا شيء، بس كشخص بده يستأجر، بده يشتري بيت، الأسعار يعني ما عدنا ككنديين نقدر نتحمل إنه لا تدفع مورجيج ولا تدفع الأجارات اللي موجودة. معظم الراتب عم بروح كله للأجار، فأنا مش عارفة لهلأ ليش ما في تدخل من الحكومة لترحمنا شوي كشعب كندي. شوفي المشكلة في أي شغلة في الـ demand and supply، إذا بدأ يطلع السعر يطلع، يعني خلينا نقول سعر الموبايل هذا، أوكي؟ موبايل هذا الكيس طبعاً، أوكي؟ سعر حالياً يقول $1000، الكل يقدر يشتري، ما في مشكله، وفي تمويل من شركاتها. لكن اذا صار سعر $10,000، كم واحد يحمل موبايل؟ ما كثير. تتذكر ايام ما كانت الموبايلات غاليه؟ ما كان كثير يحمل موبايل، نزلت اسعارها الناس تحمل موبايلات. فاذا وصلت البيوت بشكل غلاء جنوني ما بتشتري، يبدا يوقع سعر الموبايل او سعر البيت، يبدا يوقع، وهذا يسمونه الكراش بابل تبي بست. فإذا البالون هذا كبر وما في حد دخل، احنا عندنا استراحة خليجي نسخ او نسم من البالون، يعني او نفس من البالون هذا شوي في الهواء بدل يقتل لما يفقع. وهذا اللي صار في 2016. لعلمك حكومة المحافظين اللي ورثت من بعد حكومة الليبراليين 16 قانون اللي نزلوه، ولا غيروا قانون من قوانينه، لان كلامهم 100% كان سليم، وكان اي حكومة اثناءها كانت حكومة لازم تتدخل وتعمل. انا اشك، ارجع اقول حكومه المقاطعه المحليه تتدخل في موضوع العقارات بسبب نحن نعرف ميولهم لنظرتهم للعقار، نحن عقاريين عارفين، ولكن الحكومه الفدراليه لابد انها تتدخل، سوف تتدخل بشكل مباشر او عن طريق اعازه شركات التامين او اعازات البنوك. شدوا على الحنفيه، حنفيه مش ان ارفعوا سعر الفائده، لا، شدوا على المعايير. وصارت حصلت مرتين في الماضي القريب، حصل مش من سنين، نقول نسينا مسحة الذاكرة. في يوم الليلة قمنا الصبح قلنا شو صار في الدنيا. حتى منهم شركة CMHC عملت شدت، شركة CMHC حاليا للتأمين هي تختلف عن باقي الشركات في معايير الإقراض، اللي طبعا يعرف بالمورجج أو موجود في العقار يعرفوا أن شركة CMHC عندها قوانين تختلف عن شركتين الأخريات. تخيل شدوا في الموضوع لأنه في مصلحة عامة. إذا صار زي ما صار في 2000 وقبل 2008 في أمريكا، ووقع العقار، وقعت الدنيا وطاحت الدنيا، وكله بياكل هوا،
والأفوردبلتي زي ما تفضلتي مهمة جدا. الأفوردبلتي طبعا الكورونا هذه اجت رحمة الناس في موضوع الإيجارات، رحمة الناس في أشياء كثيرة، يعني هي رحمة بطريقة أخرى، لكن مش كل مرة بتجينا كورونا وتعدل بالسوق. لابد يكون في تدخل من جهات حكومية محايدة لمصلحة الكل، عقاريين اللي بيع واللي يشتري. احنا العقاريين ارجع اقول وانا متاكد ناس كثير موجود ما قادرين نشتري زبائننا. 2016 كانت أسوأ السنوات، خصوصا اللي كانوا مع البايرز، خصوصا اللي كانوا بدهم يشتروا الفيرست تايم باير هوم، كانت سيئه جدا. انا عندي ناس في العقارات تقول ما في بيوت، ما قادرين نشتري. يعني مشكله الزبائن يقبل يرمي 100 و200 و300 فوق الاسكينج برايس. لابد يصير في تدخل. ارجع اقول أشك حكومة المقاطعة تتدخل، ولكن الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر وعن طريق إعازة إلى شركات التأمين أو البنوك بيصير في شد، بيشدوا في حنفية الفلوس. يصير سيد علي بالقريب، يعني بالكم شهر الجايين؟ أنا أتوقع قبل الموسم العقاري اللي هو نحن في نهاية شهر مارس، لابد أنهم يتدخلوا. ممكن هم بيراقبوا الوضع من هون لشهر ثلاثة شو بيصير. اللي بيصير بساطة جدا، الوضع بيطلع أكثر. يعني اللي طلعتي من بيت لبيت بتكون وأنا واقف في البيت، البيت انباع قبل أفتح الباب، عرفتي كيف؟ أو في الطريق وأنا طالع رايح على إيجي بيكون بيوت كلها انباع. فإذا وصلنا إلى المرحلة هذه والأفوردبيلتي راحت بشكل جنوني وبدأت الناس تخاف، بدأت البنوك تخاف، بدأت لأن البنوك في نهاية اليوم في لها حدود التمويل. ممكن بيوصل الى فتره الى مرحله معينه بيقول خلاص، ومع وضع الاقتصاد المهبب هذا اللي جاي داخل في موضوع الان امبلويمنت والاشياء اللي ما بعد كورونا واللي ما نعرف عنها شو بيصير وشو بيصير في الفاكسين، فاي بنك لازم يتخذ يعني او 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 حكومه تضغط على البنوك. يعني لا تنسى ان البنوك جزء كبير منها سيلز، مبيعات، يفكروا بس يلا تارجت ويلا بيعوا هاتوا. لكن في جهه اسمها مصرف مركزي او اوسفي تبغي مصلحه البنوك انها ما توقع. إذا وقعت البنوك راحت وضع الناس ضرب الاقتصاد. وعندك شركات تأمين اللي تأمن العقارات، هي ثلاث شركات حكومية ما في غيرهم، هم أكثر ناس ممكن يضرروا في حالة وقوع السوق، لأن بيدفعوا مجابتهم بلاوي، فهم اللي بيشدوا يشدوا يشدوا على طيب أسألك سؤال أخير. هلأ أسعار الفائدة قلت لي يعني حتصل حدا حتى على 0.99%. Do you expect it تضل هيك ولا البنك المركزي ممكن يرفعها علشان يحد من عملية الشراء؟ مع الوضع الاقتصادي الحالي اقتصاديا منطقيا أنا ما أعتقد سعر الفائدة بيرتفع بشكل كبير. يا أما يكون بيظل فلات أو بينزل شوية، بس أما يرجع يرتفع أساس يصير ريكوفري الاقتصاد. لأن الهدف من إنزال سعر الفائدة هدفين أساسيين: واحد تدفق نقدي في السوق على أساس الناس تعمل بزنس، تشتري بيوت، تحرك الاقتصاد. الشغلة الثانية على أساس يحاولوا قدر الإمكان ينزلوا من سعر الدولار الكندي على أساس كندا تبدأ تصدر. وأنا شفت الفترة الأخيرة حتى الدولار الكندي بدأ يطلع مقابل الدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي بدأ ينزل مش الكندي بدأ، عرفت كيف؟ فهاي الشغلة لازم هي سياسات يسمونها مونيتري بوليسي لازم يتخذوها الحكومة. ما أعتقد ما يقدرون يلعبون بسعر الفائدة. طبعا في 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 مجال القروض التجارية البنوك شو تسوي؟ ترفع المارجن ماله، يسمونها الريسك فاكتور، يرفعونه على أساس ممكن يكون ديفولت أكثر. لكن في العقار بدل يعملون موضوع الريسك فاكتور يرفعونه، هذا اللي يسوونه هم إنهم يرفعوا من الداون بيمنت أو يشدوا بمعايير الإقراض. في شغله اسمها TDS وGDS اللي هي disposable income، total disposable income أو gross disposable income، هذا اللي شدوا عليه اللي يسمونه stress test اللي عملوها في 2016. أوكي. طيب إحنا I think هيك ما عندنا أسئلة، بس طبعا سيد علي دائما متواجد وكريم بوقته، فأي حدا فيكن عنده سؤال أو حتشوفوا الفيديو بعد هيك حطوه بالتعليقات وسيد علي حيرد عليكم. أنا طبعاً حلاحظ التعليقات بس أنا ما فيني رد عليكم لأنه أنا ما إلي بهذا الموضوع. أي إشي تاني سيد علي مهم بدك تقوله للناس علشان يخلوا يعني بالهم منه وبعين الاعتبار إذا بدهم يبيعوا أو يشتروا أو يأجروا بيت في هالحالة؟ انت يمكن ما سالتيني اليوم على موضوع الناس اللي يقول ممكن يطلعونا من البيوت. القانون ما زال ما زال القانون اظن رجع صح؟ يا ما زال موجود القانون، قانون الايفكشن هذا ما زال موجود. انا ما اشجع الناس انها ما تدفع،
لكن القانون ما زال موجود بالنسبة للإيجارات. أرجع وأقول كل واحد لازم يشوف لحالته الخاصة ويبني استراتيجيته بناء على حالته الخاصة، ما يمشي مع القطيع. هذه أركض وراء القطيع، يلا الناس اشترت روح اشتري، يلا الناس راحت بقى. يا ما عشان دعوز نصيحة ممتازة اللي أعطيتها للناس أنت. يعني يشوف حالته الخاصة، يحاول قدر الإمكان يثقف حاله، يشوف فيديوهات، يشوف يقرأ articles، يشوف نيوز. لأن شوفي أنا ما أتكلم بالسيء عن العقاريين الموجودين في السوق، لا تنسوا رجل عقارات رجل مبيعات، عايز يبيع يا يشتري عشان يعمل عمولة، ونحن عارفين طبيعة عمله وعارفين المسكين لا براتب شغال ولا شيء. ولكن ما بقول كلهم، معظمهم للأسف act as a salesperson، ينسى تماما مصلحة زبونه، تركيزه على العمولة مالته. وأنا أتوقع إن شاء الله يعني ما يكون عندنا من هالأنواع موجودة في السوق. لكن كزبون ثقف نفسك، حاول تعرف شو مصلحتك. مثل ما الفكرة العامة الموجودة ممكن معظم الناس تتفق معي، ممكن في ناس تختلف معي، موضوع الكوندو حاليا أحسن وقت للشراء. إنزين، إذا الواحد يبغي يشتري يسكن أو يشتري يستثمر. البيوت للأسف في طلوع بشكل كبير، ما أقول لا تشتروا، ممكن تشتروا، بس توقعوا السنة اللي بعدها واللي بعدها ممكن يكون في نزول أو ما في يكون في طلوع، فما بيكون في جروث في السعر لأن أنت وصلت الماكسيمم. فحط في بالك استراتيجية الخمس سنوات والعشر سنوات أو الثلاث سنوات والخمس والسبع سنوات. لا تزعل على الوكيل العقاري تبعك، لا تزعل على حالك، هذا شيء جائز وحصل في 2016 و17. يعني ممكن واحد يروح يتذكر أو يسأل صاحبه أو يسأل حد، حصل بشكل كبير. ففي نهاية اليوم كل واحد يشوف مصلحته وين. سيد علي ثانك يو. في عنا هلأ كذا سؤال إجونا، ما عليك إننا بدنا نسكر، بس خلينا نحاول نجاوب عليهم. هلأ واحد من الأسئلة، كيف لما بنحكي على الفيكست مورجيج ريت وعلى الفاريبل رايت، هلأ بما إنه الانترست ريت واطي، هل بتنصح إنه الناس تو فيكس ات، يخليه مثلا لمدة وربر خمس سنين أو أكثر، بما إنه سعر على حسب الفترة اللي ممكن ياخدوها، شو رأيك؟ طبعاً أول شيء أنا لازم أصرح، أنا مش لايسنس مورجج بروكر، فالنصيحة هذه نصيحة فولنتير اللي أعطيها للناس على أساس ما أخذ وظيفة واحد ثاني، وأحترم اللي موجودين في المورجج. حاولنا الليلة نجيب واحدة من الموجودين في المورجج عربية تتكلم وتساعدنا، أدمة، فكان عندها ظروف ما قدرت تطلع، وشاكرين لجهودها. ف حسب معلوماتي كبانكر والنولج مالي وشغلتي، يعني شغلي مع المورجج، اذا الانترست ريت وصل الى درجه 1% او 1.5%، فديفينتلي فيكس ات، لان نحن في القاع موجودين بالمنطق. زين، ما بيروح تحت الزيرو فبيطلع، عرفت؟ فيكس. فاذا في بعض البنوك لعلمك دكتوره الى الان تحاول تتهرب من موضوع الفيكس على الانترست، يعطوا الزبون اوف كورس. انا اخذ زباين، يعني 10 زباين عملتهم ديلات، معظمهم اخذوا فاريبل، مش بكيفهم، بكيف البنك. سو البنك ممكن يقول لا، دو ذي هاف ذا تشويس والباور. البنك دائما عندهم الحجه لما يكون الواحد فيرست تايم باير، يقول احنا نتخذ قرار بالنيابه عنك بما انك انت جديد ما عارف مصلحتك. يعني واحد فيرست تايم باير هو بزنس اناليسيس، يعني ما مضطر البنك يقول له. وحصلت معي انا من زمان لما اشتريت البيت اول مره، البنك قال لي علي بدك تاخذ الفكس. اوكي، فالبنوك تحاول حاليا تتفادى الفكس وتروح مع الفاريبل، او يعطوا الفكس سعر عالي. صح، وحاليا الفكس اعلى من الفاريبل، ولازم نفهم الشيء هذا. في ناس يقول لك لا خليني فاريبل، خليني ماشي مع السوق، خصوصا طيب. الناس اللي ممكن تبيع بعد فتره قصيره، فهي تعتبر على كل استراتيجية. بس what about الناس اللي already they have يعني مش هلأ رايحين يشتروا، they have the house, they have the mortgage and they have the variable وبدهم يروحوا لفيكست. هل هذا الكلام سمعته من كذا واحد في المورجج؟ في ناس قاعد تكسر المورجج العقود، وصح إن في بنالتي عليها، تكسر وتاخذ interest rate أوطى. يعني كانوا مثلا على 2.5 او 3% ومن الكلام، يظلوا مع نفس البنك لعلمك، تكسر وتدخل في عقد جديد، احيانا مع نفس البنك، احيانا يطلعوا بنك ثاني. حصل كثير، لو تسالي مورجج اي واحد مورجج بيقول لك هذا الشيء موجود حاليا في السوق لان السعر واطي.
اوكي، بركي المرة الجاية ان شاء الله منجيب المورجج بروكر كمان عشان الأسئلة، بس احنا كلها كانت last minute thing، قلنا نيجي ونستفيد من خبرة سيد علي بما انه موجود معنا. سيد علي، سؤال ثاني، do you recommend refinance with regards to mortgage؟ ما هذا تكلمنا عنه من شوي، الريفاينانس اللي هو موضوع كسر العقد، ريفاينانس او اذا الواحد بده يكمل المورجج تبعه يجدد. يجدد اذا ما جدد لازم يدفع للبنك او يبيع يعني. اذا ما جدد المورجج، اذا الواحد وصل نهايه التيرم المورجج لابد انه يعني يا اما يدفع المبلغ كامل، يا اما يروح مع بنك اخر، يا اما يبيع البيت. عنده ثلاث او اربع خيارات، او يعمل ريفاينانس. فالريفاينانس لما تحصل بياخذ على ريت اليوم في السوق، ريت اليوم. فارجع اقول من جديد، بتلاحظي اي واحد بيلاحظ ان البنوك ما تشجع الفكس، تشجع على الفاريبل. هذه الطباع عام في البنوك، هي موضوع اخر، هي موضوع فيها البنوك لابد يكون عندهم في تنوع بالمحفوظه بين الفكس والفاريبل. هذه شغلات طبعا لها حديث طويل تكلمنا فيها، ولكن اذا الواحد قدر يسوي فكس من الان، انا رايي الشخصي بهالسعر الواطي 1-1.5%، طبعا مستحيل يعطوا 1-1.5% فيكس، ممكن الفيكس يطلع 2-2.5%، اي دونت نو، انا ما عندي الريت حاليا، ولكن اللي يقدر يعمل فيكس يكون احسن له. اذروايز اذا بده ياخذ فاريبل ممكن ياخذ 1% مع اتش اس بي سي او مع بنوك اخرى تاخذ، تعطي 1.3 1.2 1.4 و5 حاليا. بس تمام، انا مو شايفه اسئله ثانيه، بس زي ما انا حكيت لكم اي وقت بتحبوا تفضلوا اسالونا اسئله، وسيد علي دائما بالخدمه، وانا كمان بخدمتكم. وشكرا كثير سيد علي على حضورك ووقتك معنا، وبنطلع كمان مره لما اسعار الكوندوز تطلع علشان الناس تعرف امتى تبيع الكوندوز. هلا عارفين بالبيوت، بس وقت الكوندوز ان شاء الله. متذكرين احنا كان التحدي السابق موضوع نزول اسعار الايجارات؟ ايه يعني حصل بشكل جزئي مع الكوندوز. يا بس انا فكرت اكثر حتنزل الاجارات، ولو كان الناس ما عم تقدر تاجر يا نزلت دكتوره. يعني عندك ال 1 بيدروم الحين في سكوير 1 ممكن تحصليها ب 1750 في بنايات حلوه، 1700 1750. في ناس قالوا لي 1600، انا ما اجرت طبعا من فتره طويله، لكن وين ال 1600 و700 وين ال 2000 دولار؟ صح، حصل بالكوندز. بالبيوت لا، الى الان البيوت شاده، بس ما هي مقابل البيوت، خاصة للعائلات الكبيرة سيد علي اللي عندها 5 أولاد أو 6 أولاد ما بيقدروا يسكنوا بشقق، صح؟ فالبيوت أسعارها يعني ضاربة، حرام كيف الواحد يقدر يدفع أجار 2300 2400؟ في أنا سمعت 2600 كمان. وين 2600 و400؟ هذا نص بيت مش بيت كامل يعني. اكزاكتلي، ثانك يو. ما هي اللي بقول لك اياه، فيعني حتى الاجارات ما عم نقدر ندفعها هلا بالطريقه الجنونيه الاسعار طالعه فيها. نرجع نقول شو نسوي، السوق هو اللي يتحكم بالموضوع. ولكن فنص التنبؤ كان صحيح، النص الاخر موضوع البيوت ما حصل. بالنسبة لموضوع الأسعار كمان، نص التنبؤ صح ونص التنبؤ، الكوندو نزلت البيوت شدت، عرفت كيف؟ لأن في أشياء مرينا، أنا شخصيا أعترف في أشياء أول مرة أشوفها في حياتي، ففي توقعات حصلت بشكل. بس نرجع إذا نفصل التو كاتيجوري عن بعضهم البعض، بتشوفي كاتيجوري هبط بشكل كبير وكاتيجوري ارتفع بشكل كبير، بس لو ندمجهم مع بعض الأوفر أول ممكن يكون طلوع. Yes. انا ما شفت الديتا الموجوده، بس اتوقع في تقريبا 7% جروث في السوق. ففي بنوك اتذكر وشركات تامين ومكاتب عقاريه تنبأت بالطلوع، فعلا صار الطلوع بس ما صار النزول. بس اذا تفصلينهم عن بعض في نزول هنا وطلوع هناك. anyway سيد علي، احنا لما بنحكي بتوقعات وتنبؤات من الواقع والمعطيات اللي موجوده عندنا هلا، وفي زمن كورونا ما في شيء ثابت، كل يوم والثاني. يعني مثلا كنا حناخذ الفاكسين، اجت فايزر قالت ما في فاكسين، رايت؟ فهيدا كمان اثر على المكان. كنا ماشيين كويس، اذن دخلنا بامرجنسي ستيت اوردر، فمن يوم للثاني المعطيات نفسها بتتغير. فطبعا التوقعات حتتغير بناء على المعطيات اللي موجوده بارض الواقع. فانت يعني ثانك يو، حضرتك عملت شغل ممتاز. اي ثينك نصيحتك كانت اولويز ممتازه للناس، انه اتمهلوا، تروا، خلوا فلوسكم بجيبكم،
كل واحد إذا مضطر هداك وضع ثاني. وهلأ أجين كمان نصيحتك أنا بعتز فيها وشكراً كتير على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها الليلة، وإن شاء الله نطلع المرة الجاي ونحكي زيادة، وهوبفلي تبقى الدنيا كلها فتحت وكلكم تبيعوا وتشتروا وكل الزباين ياخذوا اللي بدهم اياه وانتم تعملوا عمولتكم كمان. الكل نتمنى الاستفاده للكل، سواء بايع مشتري مأجر مستأجر، وطبعا سلامه الجميع هذه شغله مهمه، وانا بقدر الامكان احاول يعني اشارك خبرتي ومعلوماتي الموجوده مع الناس. مثل ما أنا قلت في بداية الحديث، ما في أي سبب ترويجي أو تسويقي لي شخصيا أو للمكتب، ولكن أنا مفتوح لأي إنسان ممكن يوصل لي في خدمات، في نصائح لوجه الله، واللي عنده معاه إيجنت موجود يظل مع الإيجنت تبعه موجود، ويبدأ يأخذ يعطي مع الإيجنت في المعلومات اللي توصلها مش مني ومن السوق، لأن الناس لازم تأخذ فكرة، مش كل الإيجنت عندهم النولج الموجود، كل واحد جاي من different background، هم مبيعات أكثر من أنهم يكونوا analytics والأشياء هذه. في بعض الناس عندها background of analytics IT whatever يقدروا يضيفوا، لكن معظم الأجنت الموجودين ممكن يكونوا من أحسن البياعين الموجودين في السوق، ولكن مع رجل المبيعات الواحد يكون هو صاحب قرار مش رجل المبيعات صاحب القرار، ويشوف مصلحته وين موجودة، وإن شاء الله الكل يستفيد. شكرا لوقتك دكتورة، شكرا للمستمعين أو المشاهدين، تسمينهم مستمعين مشاهدين شكرا لوقتهم، أتمنى الاستفادة للجميع، وأتمنى الكل يعني good night، ليلة سعيدة. غايتنا بالآخر اللي هي نشر التوعية again وعمل الخير، وإحنا ربنا بيجازينا إن شاء الله على الخير اللي بنعمله، وبس هذا اللي بنحكي. إن شاء الله دائما أنا أقولها للناس، سوق العقار ما في خاسر إن شاء الله، لكن عكس سوق المال، سوق المال دائما واحد يربح واحد يخسر على حساب الواحد الثاني. العقار طبيعته تختلف تماما، فممكن يكونوا كل الناس ربحانين في سوق العقار، يعني حتى اللي نزل الكوندو ماله ممكن يكون ربحان، حتى اللي ارتفع البيت ماله ممكن ربحان إذا يتخذ السياسة الصحيحة. أما سوق المال للأسف اللي بيع في وضع الغلط واللي يشتري في الوضع الصح بيكون هذا ربحان وهذا خسران، دائما في واحد خسران في واحد ربحان، فالواحد لا يخلط الاثنين. واحنا الحمد لله نتكلم عن سوق العقار ما نتكلم عن سوق المال، فممكن حتى لو واحد عنده كوندو او عنده بيت او عنده اي شيء نازل وضعه يصبر يطول باله ما بيخسر ابدا، يعني يقدر يمشي حاله يسلك اموره ما. وحتى اذا المورجج ماله الريت ماله مرتفع في الكوندو ماله ممكن يعمل نيغوشيشن، ممكن يكسر العقد ماله، بس طبعا قبل لا يكسر العقد انا ما راح انصح واحد يكسر العقد يكون هيز نوت كواليفاي ياخذ مورجج ثاني. اذا هو شايف حاله كواليفاي يكلم بنك ثاني يقول انا الريت مالي 3% و 3.5% مع البنك الفلاني، وعندي كوندو وسعر الكوندو نزل والايجار نزل ومصاريفي ضاله مرتفعه، فخليني اكسر العقد ادخل مع في انترست واطي، ممكن، بس اهم شيء انه يكون كواليفاي إن شاء الله بإذن الله. Thank you so much على نصيحتك، وخلينا نقول الله معك ومعكم يا جماعة، وأشوفكم إن شاء الله مع برودكاست تاني بالمستقبل بموضوع تاني. يلا مع السلامة سيد علي، شكرا لك على وقتك، الله معك، مع السلامة.